أولا رمضان مبارك سعيد لكافة الشعب المغربي وخصوصا جماهير فريق الرجاء البيضاوي. بخصوص التصريح ديال مدرب الزمالك، يعني أنا كنشوف أول حاجة كنشوف داك الصحفي اللي سول المدرب داك السؤال. يعني صحفي أنا في نظري خاصو يعاود لا فورماسيون ديالو، إنما داك السؤال ما كيطرحش، وربما تقدر تكون عنده أبعاد أخرى، يعني سؤال غير بريء من هذه الناحية. ومن ناحية أخرى أنا كنشوف أن مدرب الزمالك ما تعاملش مع السؤال بذكاء، تعامل معه بغباء، وسي تو طافي نورمال، لأنه مدرب ما أول حاجة ما معروفش جاي من حد البلاد اللي أصلا ما فيهاش كرة القدم، اللي بالنسبة لي أنا يا بادية ديال أوروبا، ما عارفش شنو كاين. جاوب صحفي، جاوب باستفزاز، بما أنه قال فوالا ما كنعرفش انا الفرقه اللي سميتها الرجاء. الرجاء هي صدفاتك في بيتها وعطاتك الملعب ديالها ودربتي فيه باش جيتي درتي ديك المقابله وخرجتي بديك النتيجه ديال 1-0. الا ما كانش كيعرف الرجاء، اش غادي نقول لك؟ بالنسبه لي انا خصو يقدم الاستقاله ديالو ويمشي يدير شي مهنه اخرى من غير التدريب. الرجاء معروفه عالميا في القارات الخمس، الرجاء اعترفوا بها كبار المدربين وعلى رأسهم غوارديولا. الرجاء الفرقة الوحيدة في المغرب اللي قهرت جميع الفرق العربية والإفريقية، بالخصوص الفرق المصرية، فالحمد لله ربحنا الزمالك، ربحنا الأهلي، ربحنا الإسماعيلي. في الأفريق ما كاينش شي فرقة دازت عندنا وما ربحناهاش. الفرق التونسية كيعرفونا، الفرق الجزائرية كيعرفونا، الحمد لله. يعني أي بلاد إلا وعندها واحد ذكرى مع الرجاء، وبطبيعة الحال كتكون ذكرى يعني شنقول لك مفرحة بالنسبة لنا حنا كرجاويين، وسيئة بالنسبة للبلدان الأخرى. يعني فيما خصوصا شهر رمضان معروف، يعني كبار الفرق في إفريقيا وفي العالم العربي أو حتى في المغرب عندهم ذكرى سيئة مع الرجاء في رمضان. فوالا، صراحة أنا يعني الجواب ديال الجعواني فاجئني بزاف، وعبر على الوطنية ديالو وعبر على الحب ديالو لهذا البلد السعيد من يجاوب هذاك الجواب. بصراحة ما يعني عبر على قمة الاحترافية ديالو. وحنا كنعرفو الجعواني رغم انه شوية كيكون ستريسي في لي ماتش اكسيتيرا، ولكن صراحة الجواب ديالو يشفي الغليل. الا ما كنتيش كتعرف الرجاء غير حط داك الدبلوم اللي عندك، الا كان عندك شي دبلوم حطو وسير قلب على شي حرفه اخرى، سير دير بيع وشراء ولا دير شي حرفه اخرى. الرجاء ما نساوش حنا في 2013 رفعت راس العرب اجمعين من المشرق الى المغرب، ورفعت راس الافارقه من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب عاليا. الرجاء هي الفريق الوحيد الافريقي والعربي اللي خلات جميع دول العالم كتكلم عليها، جميع صحف العالم كتكلم عليها. يعني اش غنقول لك، يا علامه مسجله. ما كيعرفش الرجاء بالنسبه لي انا غير زيد في الكره الارضيه، ما كاين لا شي بقى عايش.